في ستار الأحلام نكشف شيئاً من أسرار المدينة، من حكاياتها وقضاياها وشخصيات لها أثرها في المجتمع. مرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: عدن تستقبل عيد الفطر بمزيد من الأزمات المعيشية، مساجد عدن قيمة وأثر في التاريخ الإسلامي، والوضع الإنساني في عدن الدور الغائب والواقع المأمول. فعاليات وأنشطة متنوعة في مدينة عدن، نذهب وإياكم في جولة إخبارية سريعة وفقرة أسبوع المدينة. دشن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر توزيع الدفعة الثانية من مشاريع الإغاثة الطبية الكويتية، والتي بلغت تكلفتها 2.5 مليون دولار. بن دغر وخلال فعالية التدشين أكد على أهمية مشاريع الإغاثة الطبية والإنسانية التي يقدمها الأشقاء لليمن في هذه الظروف العصيبة. وتشمل الدفعة الثانية من مشاريع الإغاثة الكويتية 20 سيارة إسعاف و10 باصات لنقل موظفي الصحة و10 مولدات كهربائية كبيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى كمية من الأدوية المتنوعة لدعم المرافق الصحية في محافظات عدن، لحج، وأبيان، والضالع وشبوة. تمكنت لجان الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة العامة في مدينة عدن من ضبط أدوية مهربة وأخرى مقدمة كمنح مجانية وغير مخصصة للبيع في الصيدليات. جاء ذلك عقب حملة تفتيش نفذتها لجان الرقابة الصحية على بعض الصيدليات في مديريتي الشيخ عثمان وصيرة، وبناء على بلاغات من المواطنين. الحملة ووفقا للقائمين عليها ستشمل جميع مديريات عدن، ولن تتهاون مع المتورطين في هذه الممارسات التي وصفت بغير الأخلاقية. دشنت لجنة الإغاثة بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع كسوة العيد لأسر شهداء وجرحى الحرب في مديرية المنصورة. المشروع بحسب القائمين عليه استهدف 1200 أسرة شهيد وجريح بدعم من رجال الأعمال وفاعلي الخير. توجهت قافلة طبية دوائية من عدن إلى حضرموت مقدمة من منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع إغاثي يستهدف عددا من المحافظات المجاورة. القافلة الدوائية التي خصصت لمناطق حضرموت، الساحل والوادي عبارة عن 40 طنا من الأدوية ومضادات حيوية ومستلزمات طبية وسوائل وريدية خاصة بأمراض الحميات وحمى الضنك. انطلقت بنادي شمسان الرياضي بعدن فعاليات بطولة التاكواندو بمشاركة الأندية الرياضية في محافظات عدن ولحج والضالع. البطولة التي نظمها اتحاد عدن للتاكواندو بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة شارك فيها أندية شمسان والروضة والجلاء والميناء ومدرسة التفوق ومنتخب الضالع وفريق الشرارة بلحج. ارتفاع أسعار السلع في عدن مشكلة يفاقمها سوء الأوضاع الأمنية وانقطاع الرواتب أو تأخرها، مما يزيد من معاناة المواطنين في بلد لا زالت آثار الحرب ظاهرة عليها. مثلما حالت بينهم وبين فرحة استقبال الشهر الفضيل، هي أيضا تفسد عليهم أجواء العيد. إنها الحالة الجنونية لارتفاع الأسعار. ما فيش رغابة وكل واحد يزيد مزاجه، حتى لما تشتري بضائع بأصحاب المواد الغذائية كل واحد له سعر. في خواتم شهر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر المبارك يكتوي المواطن بغلاء الأسعار في كافة السلع والملبوسات، مجبرا على تلقي صدماتها السعرية الخاضعة للأمزجة والأهواء دون رقيب أو حسيب. الكهرباء مقطوع، الماء ينقطع، الغاز ما في، البترول طوابير، الديزل برضه كذلك، المواد الغذائية مرتفعة جدا جدا. الآن الحرب الاقتصادية اللي تدير في البلاد أزيد ما يحارب المدفع والطائرة والدبابة. غابت الأجواء الروحانية لشهر رمضان في عدن بسبب أزمة المشتقات النفطية والكهرباء وارتفاع الأسعار، وها هو عيد الفطر يلوح في الأفق ولا تبدو له فرحة في حياة المواطنين المثقلين بهموم المعيشة وغياب الأمن والخدمات في هذه المدينة التي باتت تعرف بالعاصمة المؤقتة. الأسعار هذه الآن النص
3000 والحباب 2005. ارتفع الدولار وارتفع السعودي، فجأة هبط الدولار، هبط السعودي، الأسعار ارتفعت لكن لم تهبط. في عدن تمتلئ الأسواق بالباعة المتجولين في وقت لا يسمح فيه الوضع المادي لغالبية الأسر بشراء كافة ما تحتاجه، وتكتفي بتوفير جزء من كل ما هو ضروري، بينما تجد كثير من الأسر في التسوق متنفساً من حالة الكبت التي تعيشها داخل منازلها جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء وإن كانت غير قادرة على الشراء. الوكلاء اللي معاهم الهناجر والمستودعات مليانة، لما تجيب انت وكيل من برا تجيب بضاعة من برا، الأسعار بتجيبها رخيصة من برا، لما تجيبها لهنا ومعك هناير مليانة يعني بكل كرتون ترفع 3000 4000 تطلع لك مئات الملايين. صاحب البيبي الغاز مع محل هنا محطة جنب المحطة حق عدن الصغرى، عرفت أنا هو فوق السيار، قلت له يا أخي أنت هنا تبيعنا كنت ب3000 في المحطة، الآن تبيعنا ب4، قال الدنيا شطارة. حكومة غير موجودة، رئيس دولة غير موجود، بلاد تمشي بقدر الله سبحانه وتعالى، والمواطن يصير على الله على الله. يأتي رمضان ويذهب آخر، ويحل العيد وتنتهي أيامه، والأزمات في عدن لا تتغير ولا تتبدل معها أحوال الناس إلى الأفضل، ويبقى المواطن هو الضحية الأوحد في بلد ليس له من حكوماته المتعاقبة سوى تردي الخدمات وتضاعف المعاناة. أستاذ محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن، مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. نحن نناقش اليوم موضوع ارتفاع الأسعار، لماذا لا توجد رقابة على ارتفاع الأسعار المستمر الآن في أسواق عدن؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة لمناقشة هذا الأمر الهام الذي حقيقة الأمر أتعب كاهل المواطن في عدن. ارتفاع الأسعار هو نتيجة أمور متعددة، منها عدم وجود الرقابة الحالية نتيجة للوضع الطارئ والاستثنائي التي تعيشه عدن، وأيضا ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار نتيجة لهذه الأوضاع ونتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية في عدن نتيجة الحرب. ولكن حقيقة الأمر هناك منظمات كثيرة تعمل لأجل المساعدة في هذا الموضوع، لأجل مساعدة ذوي الدخل المحدود. هذه المنظمات وفرت كثير من كسوة العيد بالنسبة لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة في عدن، ساعد كثيرا هذا على الحد من ارتفاع هذه الأسعار. نأمل فعلا أن نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة، و مطلوب من الأخوة التجار. نعم، موضوع التجار، هل هناك اجتماعات بينكم يعني لكبار التجار يعني تحذيرات أو أشياء عقود وأوراق تناقشون فيها وضع تسعيرة معينة لجميع التسعيرات؟ التسعيرات من لا نستطيع أن نحدد السعر، يعني السوق مفتوحة ولا تستطيع أن تحدد السعر، ولكن تستطيع أن تحدي من طمع التجار ومن رفع الأسعار واستغلال حالة الناس. يعني هنا يأتي، يعني مثلا لا يأتي المواطن اليوم يشتري الدقيق كيلو الدقيق بكذا كذا، في يأتي في اليوم التالي يلقى أن كيس الدقيق قد ارتفع بسعر مختلف. هذا صحيح، هذا يعني صحيح. أحيانا الفارق لا يتجاوز 24 ساعة. هذا صحيح، وأنا أقول لك هناك مشكلة حقيقية في هذا، ولكننا أيضا لا يجب أن ننظر للنص الفاضي من الكأس، يجب أن ننظر أيضا لما كان يمكن أن تصل له الأمور ولم تصل له، وهذا جاء نتيجة جهود الأخ المحافظ والسلطة المحلية وكل المكاتب الحكومية في عدن. حدينا كثير من الأمور لأن لا تصل إلى وضع مأساوي. الوضع صعب ولكنه قادرين أن نتعايش معه وأن نتجاوز كثير من الأمور وأن نساعد في التخفيف عن المواطن ونحد من الأسعار، وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة في القريب العاجل، وهذا يأتي نتيجة للوضع الاقتصادي، وعلى الحكومة أن تقوم أيضا بدورها في هذا الشيء. كما أكدت وكما أؤكد دائما في لقاءاتي، نحن سلطة محلية ولسنا حكومة، إمكانياتنا محدودة، ولكننا نقوم بدور كبير في مساعدة الشارع في عدن، الحد من ارتفاع الأسعار بقدر ما يمكن
وهذا متعلق كما أكدت لك بجوانب عدة ومنها قرارات ارتفاع الأسعار وضبط الأسعار هي بيد الحكومة. لا لا نحن لنا دور في هذا، لنا دور في عدن. هل لكم دور بتصرف؟ لنا دور في هذا في الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان ونقوم به، ولكن سعر الصرف أيضا يلعب دور كبير، يعني في الحالة الاقتصادية في البلد بشكل عام تلعب دور كبير في انخفاض سعر أسعار الدولار، وهنا ستنخفض أسعار المواد. لهذا السبب نحن لن نتخلى عن واجبنا ولن نسلم لهم. هناك مشكلة أخرى، يعني الآن التجار قبل الحرب كانت عندهم الكثير من البضائع، خاصة تجار المواد الكهربائية ويعني مثل هذه. بعد الحرب مباشرة هي نفس البضاعة التي اشتراها من اشتراها قبل بالسعر القديم، بالسعر القديم ونفاجأ بأنه قد رفعها ليس إلى الضعف بل أحيانا إلى الضعفين أو الثلاثة أضعاف. هذا جنون قد أصاب البعض. يعني لماذا لا توجد رقابة، لا توجد لجان تفتيش على مثل هذه التصرفات؟ يوجد ولكنها لا تعمل بطاقة كاملة. يوجد ونعترف بأنها لا تعمل بطاقة كاملة، ونسعى لأن تعود الأمور كما كانت وتعمل بطاقة 100% للحد من طمع هؤلاء التجار، الذي للأسف أولا عليهم أن يراعوا الله في تعاملهم مع الآخرين قبل أن نراقب. هناك أرحم الراحمين يراقب على الكل. بالعكس، هي تضرر المواطن كان أكبر بكثير، ومعاناة ذوي الدخل المحدود أكبر بكثير، وعليهم كانوا أن يراعوا الله في مثل هذه الأمور. هناك تجار حقيقة الأمر يتعاونوا، وهناك تجار قدموا كثير من المساعدات، نحن لا نظلم ولا نعمم الموضوع، ولكن هناك من يستغل هذا الأمر. بالطبع نأمل أن يتجاوبوا معنا، نحن لا نريد أن نستخدم أمور فرض القوة على، نحن نريد ثقافة مجتمعية حقيقية تساعد على عودة الأمور لطبيعتها. نريد تجارة بمفهومها الصحيح، نريد تجار أن يعملوا تجارة حقيقية مع المواطن، والتجارة مكسب ولكن بما يرضي الله وبالشيء المعقول الذي يساعد على حلحلة الأمور فعلا. نعم، هل توجد هناك خطط مستقبلية لنشر هذه الثقافة؟ أي في، أنا أؤكد أن هناك خطة مستقبلية ستروها قريبا، سنبدأ فيها قريبا جدا لنشر هذه الثقافة. ليس فقط نحن لا نعيد بناء الأضرار المباني والبنى التحتية، أن نعيد حتى ثقافة عدن التي كانت سائدة، الثقافة هذه التي نتغنى بها دائما وكانت منبر عدن كما يعرف الجميع للمنطقة بشكل عام. هناك خطة سننفذها إن شاء الله بعد العيد مباشرة. نعم، لأن الآن للأسف أصبح المواطن في ظل غياب القانون، يعني بالمثل يعني إذا غاب القط العمي فأرد. صحيح. الكل لا يستجيب للقوانين وكل واحد يعني يعمل ما بدله. أؤكد لك بأن هناك في خطة وستطبق على مراحل، ولكن ستبدأ بعد عيد الفطر إن شاء الله. سنبدأ فيها في منطقة محددة، ستكون نموذج لأن تعمم على كل مديرية. خطة تتعلق بمشروع معين يعني؟ تتعلق بجميع القطاعات وبالنهوض بعدن. أتعلق بالجانب التوعوي، بالخدمي، الأمني، كل القطاعات هنا. وهل هذه الخطة معلقة على الوقت أم معلقة على الأوضاع؟ يعني مثلاً أنتم تعلقونها أنكم ستبدأون بتنفيذها في حال التحسن. سنبدأ. قرار الأخ المحافظ واضح، سنبدأ. سنبدأ في تنفيذها بعد العيد إن شاء الله، عيد الفطر مباشرة، ونحن الآن نعمل للتجهيز للتنفيذ. يعني هذا قرار اتخذ من قبل الأخ المحافظ، ونأمل تجاوب كل المواطنين وكل القطاعات لإنجاح مثل هذا العمل الذي إن شاء الله ينجح، ومن ثم سيعمم على كل المديريات في محافظة عدن إن شاء الله. يعني ستبدأون فيه في مديرية معينة في منطقة معينة إن شاء الله. ليس لكم أن تخبرونا بعض ما لا نحن. سيعلن في حينه، وهذه مسؤولية الأخ المحافظ، وسيعلن في حينه، وإن شاء الله ستروا تقدم ملحوظ في عدن، بداية في هذه المناطق ومن ثم في كل عدن. عدن ستتغير بعون الله، أنا عندي أمل كبير، ولكن أيضا المسؤولية لا تقع على الأخ المحافظ ولا تقع على السلطة المحلية، المسؤولية تقع على كل المواطنين في مدينة عدن،
لأنها مسؤولية مجتمعية، نريد الكل أن يشارك في الحل، وإن شاء الله الأمور ستتحسن إن شاء الله. الأستاذ محمد نصر الشاذلي، وكيل محافظة عدن، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي قضيتنا عن الأسعار. وعود لضبط الأسعار لا تزال في انتظار الخروج إلى أرض الواقع وحيز التطبيق. لطالما لعبت المساجد في عصور إسلامية مضت دورا سياسيا وثقافيا هاما قبل أن يقتصر دورها على العبادة فحسب. حكايتنا لهذا الأسبوع هي عن المساجد الأثرية في مدينة عدن. في عدن مآذن لم تبدلها الأزمان ولم تغيرها تقلب الأحوال. نفح الأولياء وطيب الصالحين ومحج الزهاد وقبلة المريدين، مدينة تزخر بتراث الدين الإسلامي منذ التاريخ القديم. المسجد هذا بني بعام 1284 هجرية، يسمى مسجد العثماني، نسبة للإمام العالم الجليل المتوفي عثمان بن محمد بن أحمد الوكحي. طبعا هو واقع ما بين منطقة الممدارة ومنطقة الشيخ الدويل بمعنى القديم، وهي كانت الشيخ عثمان الأساسية. فمسجد النور إلى الزاوية الأحمدية، في هذه البيوت الآمنة تتجلى روحانية القلوب، نشأت وعلى مر عقود لتستهوي النساك والعباد، كل يمارس فيها طقوسه، لا تسمع فيها إلا همهمات المصلين وترانيم الذكر الحكيم. مدينة عدن تزخر بالمآثر الإسلامية كما قلنا، وللداخل أيضا إلى مدينة عدن وزائرها أن يدخل إلى مدينة التواهي فيرى فيها مسجد السيد أحمد بن علي العراقي المتوفى في سنة 853 هجرية، وكذلك أن يدخل مدينة المعلى ليرى فيها مشهد الشيخ محمد بن علوي الشاطري الحسيني المتوفى في 897 هجرية، وإلى جانب هذا المشهد أن يرى مساجد قديمة منها مسجد صومال ومسجد غفار. ودخولا إلى مدينة عدن القديمة وهي مدينة كريتر التي تعج بالعديد من الزوايا والأربطة والمساجد التي ترمز إلى التراث الإسلامي القديم الممتد إلى عصرنا الحديث، فيرى فيها الزائر الزاوية الرفاعية المنسوبة إلى السيد أحمد الرفاعي والتي تأسست في 1212 هجرية، وكذلك رباط الشاذلية المعروف اليوم بمسجد الأهدل نسبة إلى الشيخ حسين بن صديق الأهدل المتوفى سنة 903 هجرية، كذلك رباط الإمام العيدروس نسبة إلى الإمام أبي بكر العدني ابن عبد الله العيدروس الذي دخل عدن في 13 ربيع أول 889 هجرية وشيد المسجد منذ ذلك العام، الذي يعتبر منارا للتربية والتعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى اليوم. معالم قديمة الأثر على امتداد مساحة الأرض حيث حل الإنسان، من المعلى حيث مشهد الشيخ محمد بن علوي الشاطر الحسيني، وهنا التواهي مسجد السيد أحمد بن علي العراقي، لوحات إيمانية وتراث عتيق،
ولك أن ترى مساجد قديمة في كريتر حيث الزاوية الرفاعية ورباط الشاذلية ومسجد الإمام العيدروس، منارة العلم والتربية والدعوة الحسنة، زوايا وأربطة ترمز للتراث الإسلامي الممتد إلى العصر الحديث. من أمثلة الشواهد التي نراها مدينة الشيخ عثمان، نرى فيها الزاوية الأحمدية التي منسوبة إلى السيد أحمد بن إدريس الحسني، وتأسست في الشيخ عثمان في سنة 1348 هجرية، وكذلك مسجد النور الذي تأسس سنة 1379 هجرية. كذلك نرى في من المعالم الإسلامية في الشيخ عثمان مسجد الهاشمي الذي ينسب إلى الشيخ هاشم بحر، وبه تعرف المنطقة المحيطة بهذا المسجد بمنطقة الهاشمي. في تربة عدن ترقد أضرحة الأولياء وعظماء وقضاة ومؤرخي المدينة، بالقرب من المعابد تسكن أرواحهم بجوار المعالم الشاهد آثارها على حياة خالدة من التراث. دفن عظماء رجال عدن وقضاتها ومؤرخيها، منها القاضي با شكيل والمؤرخ با مخرمة والقضاء آل الحازمي، وإلى القرب منها أيضا مدرسة با زرعة الإسلامية التي تتقدم مقبرة القطيع، وهي امتداد لهذه التربة المباركة، تربة الشيخ جوهر وتربة الشيخ العيدروس. لك أن ترى في عدن مدينة التعايش تعدد الطوائف والمذاهب، وتلك آثار مسجد البهرة ومسجد الحسيني الذي تأسس في القرن الرابع عشر الهجري. تتعدد فيها الطوائف والمذاهب، فنجد فيها مسجد البهرة وهي طائفة المسلمين الشيعة الإسماعيلية نسبة إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، وتأسس في مطلع القرن الرابع عشر الهجري بحدود 1301 هجرية تقريبا، وكذلك مسجد الحسيني وهو مسجد المسلمين الشيعة الاثنى عشرية نسبة إلى الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق، كذلك تأسس في مطلع القرن الرابع عشر الهجري تقريباً 1301 هجرية. تتعدد المساجد وتتعدد آبارها وتتعدد حلقات العلوم والتربية فيها، فلنا أن نرى فيها المساجد الصغيرة والكبيرة، لكن لنا أن نرى فيها التي تحتفظ بتاريخها ورصيدها التاريخي إلى اليوم.
ولا تكتمل الرواية إلا بمسجد أبان بن عثمان بن عفان ومنارة عدن الباقية من جامع عدن ومسجد العسقلاني ومقام المدرسة الياقوتية والمدرسة المنصورية التي تعرف اليوم بمسجد العلوي. من سوق الزعفران بكريتر امتدادا إلى الطويلة غربا والخساف شمالا والقطيع جنوبا تعددت المساجد وتعددت آبارها واحتفظت بتاريخها الأثري ورصيدها التاريخي. تبقى المساجد الأثرية دليلا على أن مدينة عدن كانت جزءا من حضارة إسلامية عريقة. مشاهدينا اليوم معنا الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذنا الكريم. بداية أستاذي لو تحدثنا عن بداياتك الصحفية، أنتم كنتم رئيس تحرير لصحيفة قديمة اسمها صوت العمال، لو تحدثنا عن هذه التجربة. وطبعا أولا فرصة سعيدة وشكرا على هذه الفرصة، وشهر مبارك للجميع. علينا وعليك. ونتمنى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة لكل الطيبين ولكل أبناء شعبنا في اليمن. طبعا بالنسبة لي تجربتي أو يعني ممارستي لمهنة الصحافة، أنا طبعا درست الصحافة في جامعة القاهرة، وفي عام 1977 التحق في صحيفة 14 أكتوبر باعتبارها هي كانت الصحيفة الوحيدة الموجودة، ويعني عملت فيها ويعني تدرجت في المهمات من محرر صحفي إلى رئيس قسم إلى سكرتير تحرير ثم نائب مدير تحرير. وفي عام 1986 أو 87 انتقلت للعمل في يعني بناء على طلب قيادة الاتحاد العام للنقابات أن أتحمل مسؤولية صحيفة صوت العمال في عام 1987. إلى أن أغلقت الصحيفة أم أنه يعني لا تزال مستمرة كانت؟ كانت الصحيفة تصدر صوت العمال، ولكن كانت تطبع في حدود 3000 نسخة، ما بين 2000 إلى 3000 نسخة. فإحنا طبعا يعني أنا مع بقية الزملاء، لأنه كانوا معي مجموعة من الزملاء سحبتهم أيضا معي من 14 أكتوبر، هم الفقيد عبد الباسط السروري والفقيد عمر بوازير، والزملاء مخرجين واحد اسمه عمر بوازير واحد اسمه أحمد ثابت، إضافة إلى زملاء كانوا موجودين في داخل الصحيفة من قبل بينهم عبدان دهيس. يعني الطاقم الصحفي كان في حدود 5 إلى 6 أشخاص، وأضيف لهم يعني بعض الزملاء يعني في إطار إنجاز المهمات. فالصحيفة طبعا كانت تصدر صح، ولكنها كانت تصدر في يعني في حدود 3000 نسخة، ما بين 2000 إلى 3000 نسخة. ثم بدأنا نحن نرفع التوزيع لأنه تطورت العمل في الصحيفة، فارتفع التوزيع والطباعة إلى 10,000 نسخة، 15,000 نسخة، 20,000 نسخة، ثم وصلنا في عام 93 و94 إلى 70,000 نسخة. كنا نطبع الصحيفة 35,000 نطبعها في صنعاء وتوزع على الحديدة والمحافظات الأخرى المجاورة لها، و35,000 نطبعها هنا في عدن لتوزع في عدن وتعز والمناطق الأخرى. وكانت تعتبر صحيفة يعني أكبر صحيفة توزع النسخ صوت العمال. خدمتك الصحافة في مجال حقوق الإنسان، خدمتك خبرتك كصحفي في مجال حقوق الإنسان. أيوة طبعا، أول مرة إحنا في صوت العمال حاولنا أن نرسخ مبدأ الديمقراطية ومبدأ حرية الرأي والتعبير. كانت الصحيفة مجال يعني متاح الفرصة فيها المجال لكل التعبيرات، يعني حتى وين اختلفوا، يعني حتى كانت في انتقادات لقيادات في الحزب الاشتراكي قبل الوحدة، كانت الصحيفة تنتقد ممارسات وأخطاء لبعض قيادات في الحزب الاشتراكي، وكان في الحزب الاشتراكي يعني يقبل هذه النقد، بل وصل به الأمر قيادة الحزب الاشتراكي إنها قدمت لنا في هيئة التحرير وللصحيفة أكبر وسام، وسام 14 أكتوبر تقدير للدور الذي طلعت به صحيفة صوت العمال. الآن أنتم رئيس مركز اليمن لبحوث ولدراسات حقوق الإنسان. الآن حقوق الإنسان في عدن تنتهك وفي اليمن ككل، ما هو دور هذا المركز لدعم حقوق الإنسان؟ هذا المركز أولا هو تأسس في عام 1900 عفوا في عام 2004 بداية نهاية عام 2003
بداية عام 2004. الآن إحنا تقريبا حوالي 11 عام، وهو المركز الأول مركز يعني بحقوق الإنسان في عدن. وعشان يعني نعمل هذا المركز في عدن واجهنا صعوبات كثيرة في الحصول على الترخيص، لأنه كان يعني منعوا علينا الترخيص لأنه بيقام في عدن، ولكننا نحن أصرينا على أن يكون في عدن يعني، وبدأنا في عام 2004. وكان يعني مهمة هذا المركز إنه كيف ينشر ثقافة حقوق الإنسان، على اعتبار إنه المواطنين تنتهك حقوقهم ولكنهم لا يعرفوا إنه هذه حقوقهم فيصمتوا عليها. فكان لابد أن نبدأ من البداية وهي نشر ثقافة حقوق الإنسان عشان نعرف المواطنين بحقوقهم، إيش هي حقوقهم، عشان عندما يعرفوا حقوقهم يستطيعوا أن يدافعوا عنها. ويعني وبالفعل حتى يعرفوا الأسلوب كبير جدا والطرق للمدافعة عن حقوقهم. ولهذا إحنا اشتغلنا أو عملنا في مجالات حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق العمال، حقوق الشباب، حقوق الطفل، في كل المجالات كنا نعمل يعني ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية حول هذه القضايا مع المرأة. عملنا حول كيف ممكن يعني ما هي حقوق المرأة، كيف يمكن للمرأة أن تنتزع حقوقها، كيف يمكن للمرأة أن يعني تنتزع حقها في أن تشارك في صناعة القرارات التي تدور في المجتمع، كيف يجب أن تمكن المرأة من المشاركة بشكل يعني باعتبار حقوق إنسانية. ونفس الشيء في الشباب، عملنا مشروع خاص بالشباب لثلاث سنوات يعني كانت مخصصة للشباب وطلاب الجامعات، وكانت تركز على الجوانب والأنشطة الثقافية اللي أساسها قضية نشر ثقافة حقوق الإنسان. وبالفعل من خلال هذه البيت الثقافي للشباب والطلاب يعني طلعوا كثير من الشباب، طلعوا كثير من قيادة الشبابية الذي هم الآن موجودين في العديد من منظمات المجتمع المدني، بل وفي بعضهم الآن يعني رؤساء لهذه المنظمات من خلال هذه النشاطات. وايضا من خلال النشاطات اللي احنا كنا نقوم فيها في مركز اليمن يعني تم تدريب العديد من النشطاء، وبعدين يعني مؤخرا كثير من هؤلاء صار لهم نشاطات بارزه وصار لهم حضور في المجتمع بشكل بارز وصار لهم حتى منظماتهم الخاصه. يعني اليوم رعاة حقوق الإنسان وداعمين حقوق الإنسان يقع على عاتقهم المسؤولية أكثر من أي وقت سابق. الحرب جاءت وأنهكت عدن وأنهكت اليمن ككل. لو تحدثنا عن الحرب، كيف قضيتها أستاذ محمد؟ إحنا واجهنا حروب كثيرة يعني، وواجهنا صراعات كثيرة، وواجهنا أزمات كثيرة، ولكننا لم نواجه حرب كالحرب التي حصلت في عام 2015. الحرب اللي حصلت في عام 2015 كانت من نوع آخر، كان فيها يعني قهر الإنسان، كان فيها مساس بكرامة الإنسان، كان فيها القتل اللي انتشر في يعني ليشمل الأطفال والنساء والشيوخ والكبار إلى آخرها، كان فيها التدمير لكل شيء يعني يرتبط بحياة الإنسان، كان فيه يعني تدمير لكل البنى التحتية التي تميزت بها هذه مدينة عدن. ولهذا نحن يعني نعتبر إنه هذه الحرب كانت نكبة أصيبت بها مدينة عدن بدرجة رئيسية. طبعا الحرب كانت شاملة للمحافظات الأخرى ولكن لمدينة عدن شيء آخر. فلهذا هذه المدينة المدنية التي لم تعرف السلاح لم يجد شبابها إلا أن يتحملوا السلاح دفاعا عن يعني عن حياتهم، عن أسرهم، عن مساكنهم، عن مدينتهم. فكثير من الشباب قتلوا لأنهم كانوا لم يجيدوا استخدام السلاح اللي حصلوا عليه اللي هي الآلي الصغير هذا، ولكنهم استخدموها لأول مرة. والبعض قد فقد جزء من أطرافه يعني يده. كثيرين قتلوا وكثيرين جرحوا، ونحن مع الأسف الآن نجني يعني وضع صعب جدا. إحنا لدينا الآن الآلاف من الشهداء والآلاف أيضا من الجرحى، في كثير من الجرحى الآن قاعدين في بيوتهم مش يعني المصابين بحالة الشلل، اللي بدون يدات، اللي بدون رجول، اللي ومع ذلك هؤلاء تنتهك حقوقهم لأنه حتى الآن ليس هناك من يرعاهم. مع الأسف الشديد الجرحى بدرجة رئيسية ليس هناك من يرعاهم، أسر الشهداء ليس هناك من يرعاهم بشكل حقيقي. في كثير من الجرحى من الشباب هؤلاء يفتقدوا لمتطلبات الدواء، لا يحصلوا على الدواء، وأهاليهم لا يستطيعوا ولا يمتلكوا الإمكانيات في توفير الدواء، وفي كثير من أنواع الدواء المطلوب منهم أن يستخدموها غير متوفرة. هل لمركز حقوق الإنسان دور في هذا الأمر؟ نحن في مركز اليمن دراسة حقوق الإنسان، إحنا أثناء الحرب
لعبنا دور مع بقية منظمة، مع عدد من منظمات المجتمع المدني الذي كانت تنشط في مجال حقوق الإنسان، وسميناها اللجنة الوطنية أو لجنة يعني الطوارئ لحقوق للمنظمات المجتمع المدني بعدن. هذه المنظمات أو هذه اللجنة الطوارئ كانت تتشكل من 9 منظمات، هي أبرز المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في عدن. هذه اللجنة عملت خلال الحرب بشكل كبير جدا، ويعني وعبرت عن مواقفها، وعملت على يعني نشر أو نقل ما يدور من يعني من من يعني من من نتائج للحرب، من انتهاكات، من جرائم إلى آخره، وصلتها إلى المنظمات الدولية، وصلتها إلى المجتمع الدولي بأشكال مختلفة يعني. إضافة إلى هذا أيضا كمان بعض المنظمات هذه انتقلت للعمل في مجال يعني تقديم العون الإنساني في مجالات مختلفة يعني، بمعنى إنه نحن شاركنا في مجالات مختلفة، ولكن أيضا كمان حسب القدرات والإمكانيات. إحنا في مركز اليمن درجة حقوق الإنسان بعد أن توقف الحرب، بعد أن يعني تم ترح يعني الانتصار على الذي اعتدوا على عدن، على الحوثيين وعلى جماعة علي عبد الله صالح، كان أمامنا مهمة كبيرة جدا أثناء الحرب ووصلناها بعد الحرب، وهو العمل على رصد كل الانتهاكات التي حصلت في عدن، التي حصلت في عدن والتي حصلت في لحق والتي حصلت في الضالع. كنتم أستاذ عضو في مؤتمر الحوار الوطني، قرارات الحوار الوطني لا تزال هي قرارات على ورق لم يتم تنفيذها، ما هي معوقات تنفيذ القرارات معروفة ولكن نحب أن نسمعها وتستعرضها لنا؟ أولا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني يعني وحدد المخرجات، وهي في الأخير كلها تشكل وثيقة واحدة يعني. لماذا لم تنفذ هذه المخرجات؟ لأنه الوقت، لأنه القوى التي مناهضة لهذا المؤتمر ولمخرجاته عمليا ما اعطتش الفرصة لتنفيذ هذه المخرجات. واحدة من هذه المخرجات كانت قضية صياغة الدستور، رغم ملاحظاتنا نحن على قضية لجنة صياغة الدستور إلى آخرها ومدى يعني تقيدها بما ورد في المخرجات بالوثيقة المؤتمر، ولكن نعتبر أنه الخروج بصيغة الدستور بمسودة الدستور هذا إنجاز يعني يرتبط بقضية المؤتمر والمخرجات. أيضا كمان فيما يتعلق بالقضايا الأخرى في بناء الدولة يعني تحتاج إلى مجموعة خطوات كان لابد من اتخاذها، ولكن زي كما أشرت لك أنه الانقلاب الذي حصل في صنعاء على الشرعية أعاق تنفيذ هذه يعني استكمال أو مواصلة تنفيذ المخرجات. اليوم إذا قيل تعالوا إلى مؤتمر حوار آخر، مؤتمر حوار ثاني، هل ستنضم إليه؟ نحن لا نحتاج إلى مؤتمرات جديدة، نحن نحتاج في لدينا وثائق. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هذه من أفضل المخرجات لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذا عمليا هذه المخرجات حازت على إعجاب كل المجتمعات، كل المجتمعات العربية والإقليمية والدولية، ولهذا المجتمع الدولي أكد عليها ولا زال يؤكد عليها، والمجتمع الإقليمي أكد عليها ولا زال يؤكد عليها، لأنها مخرجات عمليا جرى يعني ما تمش الخروج بها أو تحقيقها أو الخروج بها بشكل يعني سريع أو عفوي، لا، ولكنها جاءت نتاج لجهد يعني حوالي أكثر من 600 عضو يعني خلال سنة كاملة، توزعوا في 9 فرق، والتسع الفرق هذه جلست تعمل خلال سنة كاملة في مختلف المجالات، وخرجوا بخلاصة كيفية بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كيفية يعني إنهاء فترة يعني مضت في بها كل المشكلات، فيها كل يعني كل الصعوبات، وعلى أساس إنه هذه المخرجات تأتي لتبني دولة مدنية حديثة في إطار يعني وثيقة عهد جديدة للمجتمع. اليوم كيف ترى مستقبل اليمن، مستقبل عدن أيضا؟ أنا طبيعتي متفائل، ولكن رغم تفاؤلي هذا أشعر بصعوبات كبيرة، وما يحصل الآن في 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 مؤتمر الكويت أو في البعض يقول أننا لن نخرج من هذه الدوامة السيئة التي نحن نعيش فيها، والبعض متفائل والبعض يقول سأرحل. هو على كل أن المجتمع الدولي وصل إلى نقطة الآن أنه لا بد من وقف الحرب في اليمن، لأنه في الأخير المجتمع الدولي ويعني استمرار الوضع هذا الموجود في اليمن أو في هذه المنطقة يقلق المجتمع الدولي مهما كان، ولهذا المجتمع الدولي الآن يسعى باتجاه وضع حد لاستمرار هذه الحرب، ولكن يعني وضع حد لهذه الحرب لابد أن يستوعب أيضا كمان
الحلول التي يعني يقبل بها الناس. لابد أن يستوعب أيضا كمان أن أولئك الذين ارتكبوا الجرائم لابد أن يحاسبوا. أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، سواء بالتنفيذ أو بإعطاء القرارات، لابد أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم، ولابد أن يتحملوا أيضا كمان مسؤولية أعمالهم من خلال إحالة هؤلاء للتحقيق الدولي. هذا شيء طبيعي. وبعدها قضية الحلول السياسية مع السياسيين، هذه قضية يعني ممكن الخوض فيها والوصول إلى نتائج فيها. أشكرك أستاذي. الأستاذ محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. إذا لم تضف إلى الحياة ستكون عبئاً عليها، وجميعنا علينا أن نترك بصمة لا تمحى قبل أن نترك هذه الدنيا. رمضان أقبل بالخيرات على المدينة ليمنح أهلها السكينة والطمأنينة وينثر المحبة والسلام. وبروح المحبة والسلام أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.